هاي يا بنات، تعالوا نجهز بشرتنا الميك اب يوم العيد. اول حاجه هتستخدمي الغسول المناسب لنوع بشرتك، وبعدها هستخدم تونر، بعد كده هتيجي خطوه السيرم. انا هستخدم سيرم الهايلورونيك، تقدري تستخدمي سيرم فيتامين سي، وبعدها هستخدم كريم مرطب مناسب لنوع البشره، ودي خطوه مهمه جدا. والسان بلوك دي الكميه اللي انت محتاجاها للوش والرقبه، هتوزعيهم كويس على البشره. واخر خطوه هتستخدمي كريم مرطب يكون مخصوص لمحيط العين، لان المنطقه دي كتير حساسه. وبس كده. هيا بنات، تعالوا نحول اللبستك الكريمي للبستك مات للعيد، وده رقم 22 من اسنس. اول حاجة هبتدي احط الروج، ممكن كمان تستخدمي ليب لاينر عشان يسهل عليكي. شايفين ازاي بيطلع؟ هتجيبي لوس باودر بفرشة صغيرة، وهتبتدي توزعيها على الشفايف كويس جدا، وبفرشة كبيرة هتشيلي كل اثار الباودر. شايفين الفرق؟ تحفة. وبس كده. هيا بنات، بما ان العيد قرب هعمل معاكم هيك شفتها هتسهل عليكم استخدام الشيت ماسك. هتجيبي مقص مغسول ومتعقم، وهتبتدي تقصي في الاماكن دي علشان تريح معاكي في الاستخدام، وبعدها هتبتدي تظبطيه اكتر على الوش بالشكل ده، وممكن تقصي كمان من جنبين الانف عشان يريح معاكي اكتر. هتسيبيه 15 دقيقة وبعدين هتشيليه بكل سهولة، وهتدلكي الليكويد اللي بيبقى باقي من الماسك. وبس كده.